في اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري لخدمة اهالي محافظة الغربية، اكدت الحكومة بانه تم ويجرى تنفيذ 99 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة اهالي محافظة الغربية. وقال وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار ان اجمالي عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي بمحافظة الغربية 195 منطقة ريفية، وتم الانتهاء من توصيل الخدمة لثماني مناطق ريفية بما نسبته واحد وتسعة من عشرة بالمئة ويجري توصيل خدمات الصرف الصحي لسبع وسبعين منطقة ريفية بما نسبته خمسة عشرة وخمسة من عشرة بالمئة ومنها ست عشرة منطقة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ويجري دراسة باقي المناطق لتوصيل الخدمة إليها